بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لإرادته، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الصادق الوعد الأمين، محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. وبعد، فهذا يوم عيد أسعد الأعياد، هذا يوم شريف كريم على الدنيا كلها، ميلاد طه أشرف الأعياد. هذه مناسبة كريمة أن نزوج 300 عروسة يتيمة على مستوى الجمهورية كلها، يتيمة وفقيرة، 300 عروسة يتيمة وفقيرة في عرس بهيج من أجمل أيام العمر، وعنوانه إسعاد الأيتام في ذكرى ميلاد خير الأنام. حفل اليوم شعاره إسعاد الأيتام في ذكرى ميلاد خير الأنام. نحن نوزع في الفترات الحاسمة في تاريخ مصر والعالم الإسلامي، وزعنا في عيد الفطر المبارك 500 عروسة يتيمة. الله أكبر ولله الحمد. وزعنا في عيد الأضحى المبارك 300 عروسة يتيمة، واليوم نزوج أيضا 300 عروسة يتيمة وفقيرة على مستوى الجمهورية كله. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. إن المشهد الذي أمامكم أيها المشاهدون الكرام وأيها الحاضرون معنا، هذا الكم الكبير من هذه الأجهزة الكهربائية للعرسان الأيتام لم يأتي إلا بعد جهد جهيد وليل طويل مديد وعمل متواصل على مدى 90 يوما. حفل اليوم لم يأتي خبط عشواء ولا صدفة، احنا بنجهز لهذا اليوم بأن 90 يوم بالضبط، وهي 20 يوم في ذي الحجة، 20 يوم في ذي الحجة، وشهر المحرم، وشهر صفر، و11 يوم في ربيع الأول، يعني 90 يوم بالضبط، 20 يوم في ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول. من بعد عيد الأضحى المبارك ونحن نجاهد مجاهدة كبيرة حتى نخدم الوطن وحتى نستر على المجتمع وحتى نستر البلاد والعباد من الضياع وحتى لا تغرق السفينة. المكان الآن ينطلق نورا وأملا وفتحا، أظن أن الله تعالى الآن يباهي بنا ملائكته، لأن العمل الميداني الذي نؤديه الآن لم يقم به أحد ولا يقبل التحدي ولا التنافس. هذه الأرقام القياسية 300 عروسة يتيمة، 400 عروسة يتيمة، 500 عروسة يتيمة، أرقام لا تأتي صدفة، ولكنها عمل كبير 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 كبير. نحن يأتينا يوميا في قناة الفتح كراتين تطلب مساعدات ومرتبات وأطراف صناعية وكراسي متحركة ومن كل أنواع البلاء،
نتصدى للفقر في بلادنا، نتصدى للجوع في بلادنا، نتصدى للإسفاف والتعري والتكشف. نريده مجتمعا طاهرا مباركا ميمونا كما أراده الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ونرجو أن نكون منهم. هذا يوم جليل، يوم عظيم، لا نفرح العرسان فقط، اليتيمات، بنفرح العريس وأهل العريس. ونفرح النهاردة 110 مليون مسلم، ونفرح اليوم 2 مليار مسلم على مستوى العالم يفرحون بهذا المشهد المزلزل القوي النادر الفز الذي يصعب تكراره بعد مئات السنين. أن تقوم بهذا الجهد الجهيد على أعصابك وبكل قوتك، وتقطع من لحم الحي حتى لا يبقى من لحم الحي شيء، وتجاهد لإسعاد الناس وإفراح الناس. لا بد أن تفرح، لا بد أن تسعد، لأن الله تعالى ساعدك. أنا اليوم أشد الناس فرحا بهذا المشهد، أنا اليوم أشد الناس امتنانا. بالأمس قبل المغرب عندما أعلننا أننا سنوزع، كان لابد أن أخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. شكرت الله تعالى بالسجود أمس عندما تأكد أن الأجهزة تم تحريكها ونقلها. لابد أن نفرح بهذا العرس، أننا ننشئ مجتمعا طيبا خلوقا محترما. لا نؤخر زواج الأيتام حتى لا يحدث ما حدث مع ابنتي سعاد التي انتحرت عندما لم يتمكن والدها من تزويجها. فسجلت فاصلا مزلزلا مبكيا لمن وجهت سعاد رسالتها، لمن وجهت سعاد رسالتها، لمن وجهت سعاد رسالتها. هذا يوم أجمل الأعياد، يجتمع مع ميلاده صلى الله عليه وسلم، ويجتمع مع نصر أكتوبر الذي يأتي بعد أيام قلائل، ومن استعد استمد. هذا يوم الميلاد ويوم النصر ويوم الفرح ويوم الزينة ويوم السعادة. لابد أن نشكر كل من ساهموا معنا، وكل من ساعدوا معنا، وكل من قادوا السفينة إلى أن تصل إلى بر الأمان. وأشكر دائما من كل قلبي الذي حمل مع الرسالة والأمانة والمسؤولية. 90 يوما كانت صعيبة، والله ما نمت فحلمت، والله ما نمت فحلمت، والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني على الصراط ما زغت. الشكر الكبير الصادق للشيخ المبدع المتمكن محمد السيد على جهوده وعلى تميزه وعلى إخلاصه، ولولا وجوده ما كان لهذا الفرح أن يتم. إن الذي قمنا به ليس عملا سهلا، عمل كبير 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 كبير. لابد أن تقول من كل قلبك الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. تحية إليك يا رسول الله في هذا المولد الشريف. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم،
محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم، محمد دينه حق ندين به، محمد مجمل حقا على علم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد كاشف الغمات والظلم، محمد سيد طابت مناقبه، محمد صاغه الرحمن بالنعم، محمد صفوة الباري وخيرته، محمد طاهر من سائر التهم، محمد ضاحك للضيف مكرمه، محمد جاره والله لم يضم، محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. تحية إليك يا رسول الله، أحييت الأمة بل أحييت الأمم، بعثت فينا الهمة كي نسعد الناس، تقوينا بسيرتك، استمددنا من سنتك، فرحنا الناس لأنك علمتنا أن أفضل الخلق عند الله تعالى هم إدخال السرور على قلب مسلم، إن أحب العبادات إلى الله تعالى إدخالك السرور إلى قلب مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعكم للناس. نرجو من الله تعالى أن نكون من خير الناس الذين سخرهم الله تعالى لقضاء مصالح العباد، وما أجملها من رسالة، وما أجملها من رسالة، وما أقدسها من رسالة، أن تحمل هم أمة، أن تحمل هم المستضعفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أنا اليوم أشد الناس فرحا، أنا اليوم أشد الناس سعادة، لأن الله تعالى وفقنا أن نحمل هذا الحمل الكبير، وأن نسعد ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أعاننا وقوانا وقوى بنا، وأيدنا وأيد بنا، وأسعدنا وأسعد بنا، ورفعنا ورفع بنا، وطهرنا وطهر بنا. ويومئذ في هذه اللحظات يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. نعم، بين فضل الله وبين رحمة الله كان هذا العرس الكبير الذي عنوانه
إسعاد الأيتام في ذكرى ميلاد خير الأنام. الكلمة للشيخ العزيز محمد السيد محمود عبد الغني بدوي. ربنا يعين صاحب الفضيلة، وإحنا النهاردة في يوم عرس كبير مع تشريف وزارة الداخلية اليوم معنا أيضا، وإحنا نشكرهم على جهودهم والأمن في مصرنا على حضور هذا العرس الكبير الذي أشاد به الجميع. ومعنا الآن اتصال إن شاء الله رب العالمين من أستاذنا الدكتور أحمد عطية رئيس التكافل ببنك ناصر والنائب لمعالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباش. أهلا بك دكتور أحمد، بتشاركنا في الاحتفال النهاردة إن شاء الله رب العالمين، بنسعد باتصال حضرتك. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الزملاء بالبنك أن أحيي فضيلة الدكتور أحمد عبد عوض. الحقيقة يعني شرف لينا أن احنا نشترك في حدث تحت رعاية فضيلته، يعني وإحنا أنا الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي. ويسعدنا ان احنا نكون فاعلين معاكم في لجنه زكاه من اللجان الكبيره والعريقه عندنا في البنك والتي تتبع البنك، وعارفين نشاطها وعارفين انها بتقوم بانشطه عديده من حالات الزواج لاكثر من 200 حاله كل 3 شهور، وحفظ الابار وتصفيف المنازل وتوزيع الشنط. الحقيقه انشطتكم عديده، واحنا بنثمن دوركم الحقيقه في تحقيق التنميه الحقيقيه. الحقيقه بنك ناصر الاجتماعي هو الذراع الاقتصادي لوزاره التضامن الاجتماعي، وهو له جذور تاريخيه في المجتمع المصري. ولجان الزكاه شريك رئيسي للبنك في كل ما يقوم به من اوجه التنميه. انقل لكم جميعا تحيات معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباش، وتثمينها لدوركم التنموي ودوركم في رعايه الحالات ودوركم او ادواركم المختلفه. والحقيقه يكون على راسه الدكتور احمد عبد عوض، وانا سعيد جدا بالمشاركه. كنت اتمنى ان اكون موجود مع حضراتكم في هذا الحدث الكبير، لكن جدا اسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتهم، ويعني اسال الله عز وجل ان يوفق صاحب الفضيله الى ما يحبه ويرضى. الله يبارك فيك يا استاذ محمود، وشرفتنا بوجودك معنا النهارده. استاذنا الاستاذ احمد عبد الكريم من الاصدقاء المحبين لصاحب الفضيله وحضر اليوم معنا هذا المشهد، اوصف لنا فرحتك بصاحب الفضيله واحبابك ولجنة الزكاة بقميرة في هذا المشهد الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا دايما لي نهج في الكلام عن صاحب الفضيلة، أتكلم عن ماضيه. الحاضر أنتم تعرفونه جميعا، هو خلق شيخا، خلق كبيرا، كان هو في مرحلة ابتدائي يحمل عصاه ويذهب المسجد في كل الأوقات. كان هو كده، الله اختاره لنا في هذا العصر. فإذا كنت أتكلم عن الحاضر فالحاضر أنتم تعرفوا أكثر مني، ولكنه ماضيه يزكيه. وكما قلت أكثر من مرة، كنا في أرياف والحرائق مستمرة، كان هو الذي يبادر ويطفئ الحرائق، وكسرت رجليه أكثر من مرة، وكان دايما مواظب على الصلاة وهو طفل، كنا نسميه الشيخ أحمد سبحان الله، وهو ما زال في مرحلة الابتدائي. فأنا لا أتكلم عن الحاضر ولا أزكيه ولا أنافقه، فربنا يخليه لنا ويخليه للناس الطيبين كلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا الكريم، سعيدنا بحضرتك. شرفنا دلوقتي معالي النائب الأستاذ علاء حنيش. أهلا أهلا معالي النائب، أنا نشرف بكلمة حضرتك في هذا المشهد الكبير، وحضرتك محب للعمل الخيري والصاحب الفضيلة، وشرفتنا بحضور حضرتك النهاردة. طبعا بنشكر مجيء طبعا صاحب الفضيلة أستاذنا الكبير، كل سنة وأنتم طيبين. وبداية طبعا يعني احنا علشان ندخل الفرحة والسرور على العرايس الجميلة دي، يعني بصراحة يعني انا جه جري والله من البيت لما عرفت ان حضرتك موجود هنا. وطبعا احنا يعني مش عارفين يعني بأي لسان ان احنا نقدم لسيادتك الشكر الجميل دوت، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وربنا يخليك لنا يا رب ان شاء الله، وتفضل ذخرا لنا ان شاء الله على طول دايما، وكل سنة وانتم طيبين. مشاهدينا الكرام، الحمد لله رب العالمين، لعل الكلمات الصادقات من أمهات اليتيمات والفقيرات توضح لك
أننا قمنا بعمل كبير، تزويج 300 عروسة يتيمة، إسعاد 600 أسرة، إسعاد عائلات بأكملها، أمر لا يأتي خبط عشواء، أمر تعبنا له وحق لنا أن نتعب. واصلنا الأيام بالليالي، الأسبوع الحالي الذي نحن فيه كان أسبوعا عصيبا، كان مطلوب مني استكمال ملايين للمصنع، بنزوج 300 عروسة يتيمة، تزويج العروسة على الأقل 40,000 جنيه، شوف عايزين كم مليون. الأسبوع الحالي من يوم الجمعة إلى أمس كان من أصعب الأيام في حياتي، المصانع محتاجة فلوس، أصلا يعني وجود هذه الكميات الكبيرة في المصانع مسألة صعبة، التعليمات التي أصدرتها نشتري أحسن حاجة مهما كانت غالية، جايبين لكم النهاردة أحسن غسالات في مصر كلها، وأحسن بوتجازات وأحسن ثلاجات وغسالات. اللي احنا عاملينه النهاردة عمل إبداعي يعجب الزراع، كما قلت لكم أظن أن الله تعالى الآن يباهي بنا ملائكته. العمل الذي يجري الآن ميدانيا في عز الحر نشعر فيه بلمسات الحنان ورائحة الجنان ومرضاة الرحمن. عملنا في هذا اليوم عمل كبير لصيانة مجتمع، لصيانة أعراض أمة، لتأليف قلوب. الأم بتقول أنا زوجت 5 عرسان أيتام والسادسة أنا عجزت وكنت سأفضها، هل استمعتم إليها؟ كنت سأفضها. الحمد لله رب العالمين. هكذا إن فرق الإنقاذ لابد أن تكون موجودة في بلادنا بقوة، ونرجو أن نكون فرق إنقاذ تنشر الأمة وتأخذ بيد البلاد والعباد إلى المسار الصواب الذي وضعنا فيه. ما نفعله اليوم استكمال لمسيرة إيمانية بدأت قبل ربع قرن. الحمد لله رب العالمين. لابد أن نسعد أن الله تعالى أعاننا على إسعاد الناس، تلك مهمة جميلة عظيمة. قلت لك اليوم من أسعد أيام حياتي، كم أنا سعيد عندما سأحمل بعد قليل هذا الكم الكبير من هذه الأجهزة، سيكون شيئا طيبا، شيئا جميلا، شيئا فريدا، أن نسعد الناس. 300 عروسة يتيمة ليس أمرا سهلا، إنه أمر عظيم، إنه أمر جميل. إن الوطنية تحتم علينا أن نسعد هؤلاء، أن نقوي ظهر هؤلاء، لو تركناهم سيضيعون، أكيد سيضيعون. الحمد لله رب العالمين. رسالة إيمانية واجبة علينا أن نسعد شعبنا الحبيب المكافح الذي يستحق أن نسعده وأن نتعب لأجله وأن نسهر على راحته حتى تكتمل الفرحة وحتى نسمع الزغاريد القوية التي استمعنا إليها قبل الآن، يعلوها الحنان وتعلوها الرأفة ويعلوها النظر إلى أننا تعبنا لأجلهم وجئنا اليوم ننتظر المكافأة من الله سبحانه وتعالى. والمكافأة تحت عنوان لعلك ترضى، لعلك ترضى. اللهم ارضى عنا كما أسعدنا الناس، اللهم عنا حتى نواصل المسيرة. أنا الآن بأوزع في ربيع الأول، ووزعنا في عيد الأضحى المبارك 300 عروسة يتيمة، ووزعنا في عيد الفطر 500 عروسة يتيمة، وسنوزع في رجب إن شاء الله تعالى التوزيع القادم، ونوزع في رمضان بإذن الله في العيد عيد الفطر، وهكذا بنوزع في المواسم الرئيسة التي جعلها الله تعالى مواسم خير وسعادة. نحن رغم وجود الحر الشديد لكننا في نعمة عظيمة وفي فرح كبير. كم السرور الكبير يعبر عنه أحد الباحثين معي في الدكتوراه، الدكتور فتحي الجمال. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الدكتور أحمد عبد عوض، بارك الله فيك ولا فض فوك، وجعلك الله ذخرا دائما لنا وبقاء إلى يوم الدين يا رب العالمين. أقول لفضيلتك والله من خلال عشرتي لك منذ سنوات وسنوات وسنوات، لا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الوعد أنت الصبح والفلك، أيا أستاذ أنت رمز الوفاء سلمت، يمين أهل الوفا يا خير من صدقوا،
لا فد فوك فمنه الضر منتثر ولا حرمت فمنك الخير منضفق ولا ذللت لغرور علم ولا عمل ولو لامست رأسك الجوزاء والأفق يد القرطاس نهج هدى بعطاء راحتك تشرفت الأقلام والورق لا فد فوك فمنه الضر منتثر ولا حرمت فمنه الخير منضفق يد تخط على القرطاس نهج هدى بعطاء راحتك تشرفت الأقلام والورق يسيل بالخير الكثير أناملها يسيل بالخير الكثير أناملها ما أنظر الوجه ما أنظر الوجه وما أندى له عرق ما أنظر الوجه وما أندى له عرق أبقاك ربك لنا دائما زخرا أبقاك ربك لنا دائما زخرا وسلمت يداك من كل شر ومن كل بارك الله فيك أستاذ. حبيبنا الدكتور فتحي من الباحثين مع صاحب الفضيلة لكنه تكلم بكل حب فربنا يبارك فيك يا دكتور. احبابنا اللي شرفونا حد يحب يتكلم تفضل. اهلا وسهلا تفضل يا فندم. استاذ سيد سلطان مدير التربيه والتعليم اهلا وسهلا بحضرتك شرفنا بتشريف حضرتك اليوم. طبعا شرف عظيم وجودي في حضره علامه من علماء الوطن العربي استاذي واشرف ان انا كنت احد تلامذه استاذي فضيله الشيخ احمد عبد عوض وطبعا مبادره يعني هنقول يعرق لها الجبين فرحا بهذه المبادره ونتمنى من الله ان يديم عليك الخير كله ويسعدك كما اسعدت اسر كثيره في جمهوريه مصر العربيه وهذه اجمل كلمه قالها مولانا النهارده إنه لواجب وطني واجب وطني إن أنا أساعد الأسر المحتاجة جعلك الله ذخرا لنا مولانا الشيخ. شكرا لحضرتك. حق لنا أن نقول يا آمنة بشراك ونمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فين الجمهور بتاعنا؟ يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك بحملك في سيدنا النبي رب السماء هناك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك في حملك بسيدنا النبي رب السماء ناكي صلى الله عليه وسلم بالمصطفى سعدك غالب لما حملت في رجب بالمصطفى سعدك غالب لما حملت في رجب وما تري منه تعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ساني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان شهر ثالث يا آمنة يا هناك بحملك في سيدنا النبي رب السماء زكاك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ولد الحبيب راكع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر
عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا هناك وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل وفي ربيع الأول ولد النبي ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا وحاجبه مقرونا وربنا أعطاك المسكفاح المسكفاح لما ذكر رسول الله يا حبيبي والنور لاح النور لاح لما حضر رسول الله أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي من النبي غالي الله الله أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي من النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في رسول الله المسكفاح المسكفاح ذكرنا رسول الله النور لاح لما حضرنا رسول الله طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك طول عمري بتمنى أشوفك وانظر جمالك وأبوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في ليلي أراه المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله لاح النور لاح لما نظرنا رسول الله يا صاحب القبة الخضراء يا ربي جد علينا بنظرة ويا ربي بجاهي أبي الزهرة اعطي لي كل محب مناه المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله لاح النور لاح لما حضرنا رسول الله ده حب فرض ما هو السنة ده طريق موصل للجنة أعيش في روضة واتهنى وإحنا اللي في الفردوس ويا الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله دكتور أحمد معنا الله بخير مجمعنا الله صاحب الفضل معنا الله بخير مجمعنا الله دكتور أحمد معنا بخير يجمعنا دكتور أحمد معنا بخير يجمعنا ربي به يجمعنا عند رسول الله طال البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت
انت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ الآن في التوزيع بالعروسة وفاء محمود علي حبيب من الراهبين مركز سمنود الغربية. أين ابنتي وفاء محمود علي حبيب؟ أين وفاء حتى نسلمها؟ تفضل. الله يوسع عليك يا شيخ، الله يرزقك من نعيمه، الله يوسع عليك، الله يرزقك من نعيمه. شفتك في المنام وحياة ربنا، ربنا يديك ويرزقك من نعيمه ويرحمك برحمته يا رب.
المشهد من فوق وهي فاضيه من بره برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت اسماعيل. الله 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 الله. بسم الله بسم الله. اقفل التردد. طلعت بس هدي الصوت شوي هدي شوي. بسم الله كمان شوي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين في هذا اليوم الطيب الأغر بفضل الله تبارك وتعالى تم الانتهاء من التوزيع على أكثر من 300 عروس يتيم في وجه بحري والقاهرة الكبرى وما حوله. والمشهد أمامك الآن الذي كان مليئا بالأجهزة الكهربائية من الأضلع الأربعة. هذا الضلع كان مليئا وهذا الضلع كان مليئا عن بكرة أبي وهذا الضلع كان مليئا وهذا الضلع كان مليئا. الحمد لله جهد جهيد ليس فقط في تحميل الأجهزة وجبر خاطر العرسان الأيتام، ولكن إن هذا العمل لكي نصل لهذا المكان فكي نوزع اليوم تضحيات كثيرة، فواتير كثيرة، جهد كبير، سلف كبير، تعب كبير، إرهاق لا حدود له. ولكن عندما نصل إلى آخر المضمار نشعر بالفرح السعادة. اليوم يوم عيد سعيد. المكان هنا يتكلم أن هذا المكان كان مليئا بالثلاجات والغسالات والبوتاجازات، وتم جبر الخواطر وانطلقت السيارات إلى كل أنحاء الوطن، وبقي 10 حالات ليس لهم أجهزة أو حضروا فجأة، هم جالسون الآن ينتظرون وصول الأجهزة. اتصلت بأحد أبنائنا جزاه الله خيرا سيغيثنا بالمطلوب من الثلاجات والغسالات وغيرها. نحن سعداء أننا أكملنا المسيرة، وكان حلما فخاطرا فاحتمالا. نزلنا إلى أرض الواقع. أشكر الذين تعبوا معنا من الباحثين والباحثات في جو حر عصيب، والزملاء في جمعية تنمية المجتمع دكتور محمد صبري بصورة خاصة، ولجنة الزكاة الأستاذ سمير فتح الله بصورة خاصة، وكل باحث الدكتوراه والماجستير الذكور والإناث، وكلهم حضروا معنا، والحاج عبد الناصر الصنهوري مشغل الأيتام بدقميرة، والمصور المحترم المهندس خالد زكي عبد الرحيم، والمصور المحترم الابن الحبيب المهندس محمد عمارة، والمخرج المتألق المهندس إسماعيل السيد، وصاحب الإبداع والتنسيق والتميز الدكتور محمد السيد محمود عبد الغني بدوي. إنه يوم جميل. أن أكثر الناس فرحا أن تعبنا بعد تعب طويل وسهر طويل، لا نوم لا طعام لا راحة، هم كبير، فواتير غالية، ملايين تدفع للمصانع، والأستاذ توفيق مصور الطائرة أكرمه الله، وكل الأحباب طبعا ليس بالضرورة أن نذكر الجميع، لكن الجميع ساعدوا وعملوا بكل حب. ولا بد أن نقدم تحية إعجاب
لهذا اليوم بجماله بتميزه بحضور الأمن الداخلية حضروا معنا ووقفوا معنا إلى آخر لحظة ولا مفتش الداخلية ولا زالوا واقفين حتى الآن وبنك ناصر حضر معنا والحمد لله رب العالمين. نحن لم نقصر في توجيه الدعوات. أستاذ سمير فتح الله كان يرى أن احنا لازم نعرف الناس بشغلنا الشوفونية تعالوا شوفونا الشوفونية تعالوا شوفونا فوجهنا تذاكر دعوات فخمة ومن حضر له الأجر ومن يحضر له العذر. السيد المحافظ اتصل في الصباح واعتذر إلي أن هو في لقاء مع فخامة الرئيس السيسي ولن يستطيع الحضور وكذلك السيد مدير الأمن اتصل واعتذر ومن حضروا أخذوا الأجر الكبير ونحن سعداء أننا نقدم للمجتمع شيئا نافعا شيئا يعجب الزراع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. لمثل هذا فليعمل العاملون. عايزين يكون في كل محافظة أحمد عبد عوض، في كل قرية أحمد عبد عوض، في كل عزبة أحمد عبد عوض، في كل بلد عربي أحمد عبد عوض. من يحمل الأثقال لن ينكسر، وإذا انكسر وإذا وقع لا ينكسر. حامل الأثقال لا يقع، وإذا وقع لا ينكسر. حامل الأثقال، حامل هم الأمة، حامل هم اليتامى، مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله بكلام سيدنا. فهنيئا لمن جاهدوا معنا وحضروا اليوم معنا وفرحوا فرحتنا. كل الناس النهاردة فرحانة على تعبهم، على الحر الشديد، على البأساء واللأواء. 300 عروسة يتيمة في يعني شلنا النهاردة 900 جهاز، 900 جهاز شلناهم النهاردة على أعصابنا ولازلنا في انتظار المزيد. لك أن تفرح لأن الله تعالى أعانك على هذه الطاعة. يقول ابن عطية الله السكندري لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك إليه، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك إليه، ولكن افرح بالطاعة لأن الله تعالى استعملك فيها. الكلمة مع حضرتك. رضي الله عنكم صاحب الفضيلة وعن كل أحبابنا اللي شرفونا النهاردة. احنا بنشكر طبعا إشراف بنك ناصر الاجتماعي معنا على هذه الرحلة وهذه الاحتفالية الكبيرة وتشريف أستاذنا الدكتور أحمد عطية رئيس تكافل والقطاع الزكاة على مستوى الجمهورية ونائب معالي وزيرة التضامن الدكتورة نيفين قباج. بنشكرهم على إشرافهم على هذا العمل بمتابعة بنك ناصر الاجتماعي معنا. كذلك نشكر الشرطة الذين شرفونا اليوم ومفتش الداخلية الذي مر وحتى يشاهد هذا العرس الكبير وأحبابنا الكرام اللي شرفونا في هذا اليوم. وما زال الاحتفال قائم. نحن الآن إن شاء الله بعد التوزيع هذا غدا سنبدأ في حالات صعيد مصر إن شاء الله رب العالمين. أستاذنا الدكتور سأرسل إلى حضرته كرتونة صعيد مصر لاستلامها من الغد إن شاء الله أو من يوم الجمعة. فعلى بركة الله نترككم في رعاية الله وانت ماشي في مصر سلم على الرب وعلى اللي علم.